بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل إلى آخر الموضوع اللي بدينا فيه، موضوع الأركيتكتشرال ديزاين. وكنا شفنا يعني مسألة الديسيجنز، ديزاين ديسيجنز، وشفنا الفيوز وشفنا الباترنز. واليوم بدنا نبدأ في اللي هو الأبليكيشن أركيتكتشرز، نقصد فيها اللي هم بعض الابليكيشنز الشائعه وايش الاركتكتشرز تبعتها. ماشي، خلينا نروح على السلايدات. هذا كله كان عن الباترنز الحكي. وهنا بدينا نحكي عن اللي هو الابليكيشن اركتكتشرز. كان في مجموعة من الـ application types، data processing applications والـ transaction processing applications والـ event processing systems والـ language processing systems. حكينا يعني وضحنا ايش هذه الاربع انواع. هذه اربع انواع شائعة، يعني لا تضم كافة انواع الـ software systems، انما اكثر انواع شائعة. وبعد هيك قلنا انه احنا بدنا نمشي او ناخذ اثنين منهم، اللي هم اللي ترانزاكشن بروسيسنج سيستمز واللانجوج بروسيسنج سيستمز، ونطلع على الاركيتكتشرز تبعتهم. صحيح، اوكي. بالنسبه للترانزاكشن بروسيسنج سيستمز، اول اشي شو المقصود يعني بالترانزاكشن؟ احنا كنا حكينا ايش يعني ترانزاكشن بروسيسنج سيستم، بس للمراجعه يعني يقصد بيها اللي هي اي ابلكيشنز اليوزر بيعمل ريكوست لانفورميشن وبتجي له، بينعمل بروسيسنج لهذا الريكوست وبيجي له ريسبونس. يعني مثلا على سبيل المثال هنا طارح مثال اللي هو لو انت بدك تبحث عن تذاكر، اسعار تذاكر طيران او رحلات من مكان الى مكان، من مطار كذا الى مطار كذا. كيف الريكوست تبعك اليوزر اللي بحط الريكوست اللي بحطه اليوزر بيشتمل على مكان مطار المغادرة والوجهة، واذا كان هو راكب واحد ولا اكثر، واذا كان تريب بوجهة واحدة ولا راوند تريب، وايش الفئة، فيرست كلاس ولا سكند كلاس ولا ايكونومي ولا وات ايفر. المهم هذا الريكوست يشتمل على البيانات اللي هو المعطيات اللي عنده، والسيستم بيعمل بروسيسنج. هذا هو الان ليش الترانزاكشن بيعمل له بروسيسنج، معالجة علشان يجيب له مجموعة الرحلات اللي بمناسبة او بتطابق هذه الشروط او بتطابق هذه المطلوبات. فهذا عبارة عن مثال لترانزاكشن بروسيسنج سيستم. اوكي، فالان الامر هذا عادة بيكون في يوزرز، واليوزرز شغالين اسينكرونسلي، يعني في اوقات متباينة، في بعض منهم بيشغلين في نفس الوقت وفي في بعدين في قبل. ف السيستم بده يتعامل مع هذا العدد من اليوزرز مع اختلاف اللي هو الريكوست تبعتهم. ماشي الحال. فاتفقنا على ان وين ما بنحكي عن ترانزاكشن بنحكي عن بيانات بيعطيها اليوزر، والسيستم بيعمل بحث او بيعمل بروسيسنج لهذه البيانات وبيرجع اوتبوت عليها. اوكي، ففي الاخر الترانزاكشن بروسيسنج سيستم از ان انفورميشن سيستم، انفورميشن سيستم، صح؟ اوكي. ومعظم السيستمز يعني اللي احنا عادة نحكي فيها بتبقى information systems، واي information system بيبقى غالبا او لازم مش غالبا، لازم يكون في database لتخزين الinformation. اوكي، فالان الالية عمل الـ transaction processing system، او خلينا نقول الـ structure، هيكليته انه بيبقى في عنا وجزء من السيستم بيتعامل مع الانبوت والاوتبوت اللي هو الواجهة تبعت اليوزر. اليوزر بيتعامل مع هذه الجزئية من السيستم، هي اللي من خلالها اليوزر بيعطي انبوت للسيستم، وهي الواجهة من خلالها اليوزر بيستلم او بيشوف بتلقى الاوتبوت تبع السيستم. الاوتبوت اللي هي اما صفحة او كشف. الان اليوزر لما بيعمل انبوت، والسهم هذا بيكون في هذا الاتجاه، سهم طبعا في الاتجاهين، لو انت لاحظت في الاتجاهين، وهذا شيء طبيعي اذا كان هذه input output بتعطي وبتاخذ، صح؟
وده هذه داتابيز يبقى هي بتاخد وبتعطي في نفس الوقت. فلما يكون في هذا الاتجاه اليوزر بيعطي الانبوت تبعه بس الانبوت هذا بيروحش مباشره الى الداتابيز، بيبقى فيه في النص اللي هو جهه المكونين هذول. المكون الاولاني الابلكيشن لوجيك يقصد فيه الجزء من السيستم اللي بيقوم عمليات على، يعني هذه الانبوت غالبا ما بخشش على الداتابيز زي ما هو، بينعمل هنا بروسيسنج بالضبط. هنا الابلكيشن لوجيك هو باختصار عباره عن اما ماثيماتيكال او لوجيكال اوبريشنز، تمام، اما عمليات حسابيه وعمليات منطقيه اف ومقارنات وكذا، على اساس الداتا ايش تدخل على الداتابيز بعد ما يكون عملت عليها العمليات هذه. احيانا برضو العمليات هذه بتكون كيف عشان نتحقق من انه الداتا اللي دخلها اليوزر سليمه، يعني ممكن تبقى ماثيماتيكال او لوجيكال اوبريشنز للفاليديشن، لغرض الفاليديشن او الفيريفيكيشن انه اليوزر ما دخلش جاربج عشان ما نودي جاربج على الداتابيز، صح. الان بعد هيك اذا الانبوت اللي وداه اليوزر او الريكوست، ما هو الريكوست في النهايه، ما هو احنا قلنا هي عباره عن معطيات، اذا الريكوست اللي طلع اليوزر سليم يبقى الان في حاجه اسمها ترانزاكشن مانجر. الترانزاكشن مانجر هو زي احيانا ما احنا بنسميه الكويري بروسيسور. الكويري بروسيسور هذا جزء من الداتابيس مانجمنت سيستم. يعني انا ممكن اتخيل هذول الوحدتين هيك، يعني ايش الوحدتين هذول؟ الداتابيز نفسها اللي هي المستودع اللي بتخزن فيه البيانات، ونظام المانجمنت تبع الداتابيز، الداتابيز مانجمنت سيستم. هذول الوحدتين بشكلوا الداتابيز مانجمنت سيستم مع بعض. الترانزاكشن مانجر هو اللي بده يقوم بعمليه تنفيذ الكويري، تنفيذ الكويري. يعني هنا الانبوت تبع اليوزر دخل كاستعلام، الاستعلام هذا بيبقى فيه جزء من الداتابيس مانجمنت سيستم اللي يعمل بروسيسنج عشان يروح يجيب الداتا ويجيبها مظبوطه من التيبلز السليمه تبعتها، ويجمع الداتا وبعدين يطلع الاوتبوت. والاوتبوت هذا ربما برضو ينعمل عليه نوع من البروسيسنج قبل ما يصل او ينعرض على، وغالبا نعم لازم ينعمل عليه بروسيسنج قبل ما ينعرض على على الـ على اليوزر. اوكي، فهذه هي سلسله الاليه عمل، وكل مرحله في السلسله هذه بتقدر تعتبرها عباره عن مكون من مكونات الانفورميشن الترانزاكشن بروسيسنج سيستم، تمام. على سبيل المثال الاي تي ام ايش الاي تي ام؟ اللي هي الصراف الالي، الاوتوميتد تيلر ماشين، هي مثال اخر للترانزاكشن بروسيس سيستم. اليوزر وهو قاعد على هنا، اليوزر قاعد على الماشين نفسها، تمام. امام اليوزر، الشاشه اللي امام اليوزر من خلالها هو او الماكينه نفسها من خلالها او الشاشه، يعني الكونسول من خلاله بيعطي انبوت وبياخذ اوتبوت. فبدايه من انه يعطي الاكونت اي دي تبعته، الماشين بتروح بتعمل فاليديشن. الفاليديشن هذا جزء من الايش برضو اللي هو البزنس لوجيك. وبعد هيك طبعا هو بيختار ايش الـ هنا فاليديشن الكارد، يعني تحقق من صحه الكارد. بعد ما يكون هذا سليم وهذا سليم، بيقدر هو يطلب واحده من السيرفيسز، الخدمات، هل سحب، هل ايداع، هل مجرد استعلام، شو اللي بده يسويه حسب البنك تبعه ايش بيسمح يعني. اوكي، الان لما هو بيختار السيرفيس هذه تترجم الى كويري، الى استعلام طلب يعني على الـ على الـ على الداتا. واحيانا ممكن تبقى الكويري هذه عباره عن، لو كانت عمليه سحب، الكويري هذه بتتحول الى عمليه خصم من الحساب واضافه على حساب اخر. فالكويري هنا بتشمل كافة السيرفيسز، في الاخر تترجم الى كويري، سواء كانت السيرفيس هي استعلام فقط او سحب او ايداع، في الاخر هي بيعبر عنها بكويري. الكويري هذه بتنفذ
وطبعا نتيجة تنفيذها بيحصل أبديت للأكاونت تبع اليوزر، إنه إما بتضاف أو بتخصم من حسابه. هذا الكلام الآن، هذا الكلام الآن بيتم وين؟ مش في الماكينة نفسها، بيتم في السيرفر تبع البنك. تنفيذ الكويري وابديتنج الاكاونت بيتم على الداتابيز. العملية هذه بيتم على الداتابيز، بيتم على الداتابيز تبعت السيستم. اوكي، فهاني عملية، هنا عملية الانبوت، هنا البروسيسنج، هناك الاوتبوت. وين مكانه؟ الانبوت بيتم على الاي تي ام نفسه، البروسيسنج بيتم في الداتابيز مانجمنت سيستم. والان الاوتبوت، الاوتبوت طبعا من الناحية الثانية، يعني بعد ما هو نفذ العملية بيجي له خيار انه اذا بده يطبع يطلع له وصل، اذا بعد هيك بيرجع له الكرت، وبعد هيك اذا هو ساحب فلوس الماكينه بتطلع له الفلوس، بتطلع بتعد له اياهم، بتطلع له اياهم برا. اوكي، فهذا مثال اخر على ترانزاكشن بروسيسنج سيستم. وين الترانزاكشن؟ الترانزاكشن هو السيرفيس اللي طلبها اليوزر، والسيرفيس هذه بيعبر عنها بكويري. الكويري هذه بتنفذ من قبل الداتابيس مانجمنت سيستم على الداتابيس، وبتترك اثر على الاكونت تبع اليوزر. والاوتبوت تبع والاوتبوت اللي بيشوفه اليوزر هو الديتيلز، شاشه الديتيلز او الورقه اللي فيها ديتيلز والفلوس الكاش. تمام، فهذا اللي هو الترانزاكشن، الترانزاكشن بروسيسنج سيستم بصفه عامه. قلنا احنا انه الترانزاكشن بروسيسنج سيستم هو نوع من انواع الايش؟ الانفورميشن سيستم. الانفورميشن سيستم صح، يعني انا بقدر اجي اقول انه الانفورميشن سيستم، الانفورميشن سيستمز عموما بيتفرع منها عده انواع، واحد منها اللي هو ترانزاكشن بروسيسنج سيستم. الانفورميشن سيستم بصفه عامه هذا جينيريك اركيتكتشر، كان بي اورجانيز ان لايرد، لايرد اركيتكتشر، يعني هذول، هذول اللي هنا الكومبوننتس انا ممكن انظر لهم على انهم ايضا لايرز، صح ولا لا؟ هذه لاير وهذه بتعتمد عليها وهذه بتعتمد عليها وهذه بتعتمد، كل واحده منهم. يعني انا ممكن احول الشكل هذا الى ايش؟ الى شكل عمودي، وتبقى الداتابيز هي اللاير الاخيره والاخريات فوقيها. تمام، فالانفورميشن سيستمز عموما اوكي عاده ما بتبقى برضو كمان فيها ترانزاكشن بيس سيستمز، فبيكون في داتابيز وايش وترانزاكشنز بتتم عليها. اوكي، وعاده ما بتكون اللايرز تبعت الانفورميشن سيستمز تحت على طول، تحت بالغالب بيبقى اللي هو سيستم داتابيز. اوكي، بعد هيك بيكون في لاير لا عملية الريتريفال اللي هي الكويري بروسيسنج. لما نتو كنا بنحكي في الترانزاكشن بروسيسنج، اخر اشي اللي هو الكويري بروسيسنج، الترانزاكشن مانجر ايش بيسوي؟ بيعمل كويري بروسيسنج. فهذا الانفورميشن ريتريفال هي الدور، هي اللاير اللي بتعبر عن هذا الامر، بتعبر عن عملية اللي هو احضار وايضا تخزين داتا، في تسليم داتا لل للداتابيس. اليوزر كوميونيكيشنز المقصود بها هنا ايش؟ مش البيزنس لوجيك، يعني انت ممكن تتخيل البيزنس لوجيك هنا في هذا، لكن اليوزر كوميونيكيشنز انه عاده السيستمز هذه لانها بتبقى ديستريبيوتد، فبيبقى ما بين الداتابيس وما بين اليوزر، ما بين الجهاز اللي موجود على الداتابيس وما بين الجهاز اللي موجود على اليوزر، بيبقى في شبكه. فاليوزر كوميونيكيشنز هذه هي عباره عن الشبكه اللي بتوصل اليوزر بمين؟ بالداتابيس سيرفر. اوكي، وعلى اللاير الاخيره اللي هي اليوزر انترفيس، اليوزر انترفيس الواجهه اللي من خلالها اليوزر بيحط انبوت او بياخذ اوتبوت من السيستم. اوكي، واضحه الاربع لايرز هذه؟ Transaction Management Database، Transaction Management with Database، Information Retrieval and Modification، كل العمليات اللي يعني هنا في هذا اللاير بتصير العملية، وهنا في هذا اللاير بتصير تنفيذ العملية على الداتابيز. في هذا اللاير اليوزر بيتم الربط ما بين اليوزر انترفيس وما بين الباقي. يعني هنا ايش في عندي؟
communication و authentication. طبعا authentication هذا جزء من عملية الربط، لأنه مش احنا ربطنا معناته خلص اي يوزر بيقدر يخش ويسوي اي حاجة، لازم تبقى الربط محكومة بايش؟ بالauthorization وبالauthentication. تمام. هذا مثال اخر برضو على الانفورميشن سيستمز من الموضوع اللي هو الهيلث كير سيستم اللي حكينا فيه قبل هيك. تمام. السيستم هذا شغال ويب بيزد، فالانترفيس كلها تبعت اللي بشوف بتعامل معها اليوزر ويب بيزد، هي من خلال الويب براوزر. العمليات اللي بتتم على هذا اللاير اللي هي اليوزر كوميونيكيشن، اللي هي عمليه اللوجن، عمليه التاكد من انه هو الرول هنا، يعني ايش الدور، انه هو معطى له الدور، هو يعني معطى له دور محدد، وبناء على هذا الدور هو صلاحياته بتتحدد، ما بياخدش صلاحيات خارج الدور تبعه. اذا هو موظف استقبال فمحدودة صلاحياته، اذا هو مدير، اذا هو طبيب، كل دور له مجموعة الصلاحيات تبعته. الفورم والمنيو مانجر هذا اللي هو بيحدد ايش الفورمز اللي تطلع له وايش المنيوز اللي يشوفها والعناصر اللي فيها. داتا فاليديشن لما هو بيدخل اي داتا على الانترفيس بيتم التحقق منها من خلال البرمجيات اللي برمجيات الفاليديشن. على اللير اللي تحت اللي هي مسألة السيكوريتي ومسألة اللي هو البيشنت بصفة عامة، شو كيف نجيب البيانات تبعتهم، يعني عملية الريتريفل وابديت للبيشنتس، عملية الداتا امبورت واكسبورت اللي هي اذا كان السيستم بده يطلع داتا اوتبوت ل other systems، بده يطلع reports ولا بده يطلع XML files ولا بده يطلع Excel files بفورمات آخر. تمام. هذا الآن عبارة عن input output صح، ولكن مع إيش؟ مع الأطراف الخارجية، مع systems خارجية. والreport generation، طب ليش الreport generation ما هو جاي هنا؟ report generation ليش ما هو جاي هنا أو جاي مع الويب براوزر؟ مش هذا جزء من الاوتبوت اللي بده يشوفه، مش شو اليوزر بده يشوف اوتبوت بالضبط؟ لانه الريبورت جنريشن بيحتوي على، عشان تجنريت الريبورت لازم يصير كويري بروسيسنج، لازم اول شيء تصاغ الكويري، ثاني شيء تنفذ، ثاني شيء نجيب الداتا، ثاني شيء نعيد صياغه الداتا اذا فيها اجريجيشن، يعني بدنا نعمل سميشن او بدنا نعمل تجميع او بدنا نعمل كاونتينج، كل هذا الكلام لازم يتنفذ على الداتا قبل لسه ما الداتا تظهر على اليوزر. فهنا الريبورت جنريشن اقصد به عمليات الريتريفل، وهذه عملية مباشرة متصلة مباشرة بالداتابيز. تمام. الان بما انه احنا حكينا عن في السيستم هذا، حكينا انه الانترفيس هنا ويب بيزد، فهذا بدخلنا على الويب بيزد انفورميشن سيستمز. يعني احنا التسلسل معنا الحكي من انه بدينا بالترانزاكشن سيستمز، بعدين قلنا انه الترانزاكشن سيستمز هذه هي انفورميشن سيستمز، والاركتكتشر تبع الانفورميشن سيستمز بصفه عامه هو لايرد. اوكي. ثم بعدين في مثال الهيلث كير سيستم هذا الداتا الانترفيس كانت ويب بيز، فهذا دخلنا في موضوع الويب بيز انفورميشن سيستمز. احنا الان عاده كثير من الانفورميشن سيستمز بتبقى ويب بيزد، وهذا لسبب وجيه جدا، وهو انه احنا في الانترفيس بتكون لما تبقى ويب بيزد بيكون ايش؟ بيكون اليوزر متاح له يستخدم السيستم من اي جهاز من اي مكان، صح؟ يعني ممكن ويب بيزد يبقى جهازك ماكنتوش او جهازك بي سي او جهازك لينكس او احيانا الموبايل او تابلت بتدعم الويب. فالويب انترفيس بتعطي انتشار اوسع او فلكسبيليتي اكثر من ناحيه اللي هو البلاتفورم، انه اليوزر بغض النظر عن البلاتفورم تبعه بيقدر يستخدم السيستم. انما هي بتضلها طبعا ايش؟ انفورميشن سيستم. فاحنا بنقول انه الانفورميشن
الانفورميشن سيستمز وفي حاجه اسمها الريسورس مانجمنت سيستمز ار ناو يوجوالي ويب بيزد. عاده ما بتكون ويب بيزد سيستمز وير بيكون الانترفيس ار امبلمنتد از ويب يوزنج ويب براوزر. تمام. ومثال على ذلك اللي هو اللي شفناه قبل شويه الهيلث كير سيستم ومعظم الاي كوميرس بل ربما كل الاي كوميرس سيستمز الان. انت لو بدك تشتري اي سلعه على فكره عمليه الاي كوميرس سيستمز هذه برضه ترانزاكشن سيستمز ترانزاكشن بيس انفورميشن سيستمز. الاي كوميرس سيستم ار انترنت بيسد ريسورس مانجمنت سيستمز ذات اكسبت الكترونيك اوردرز. انت بتقدم طلب طلبيه مش طلب طلبيه لسلعه او لخدمه جود اور سيرفيس والسيستم بيعمل بروسيسنج للطلبيه تبعتك. في الاول انت بتبقى بتستعلن فبيعطي لك خيارات بعد ما تختار هو بيعمل بروسيسنج للايش للعمليه الماليه للفاينانشال ترانزاكشن او الاكاونتنج تبع وبعد هيك بيتحول الى الارسال او البريد عشان يبعثوا لك اياه. فان اي كوميرس سيستم اوكي في الاي كوميرس سيستم الابلكيشن سبيسيفيك لاير الابلكيشن سبيسيفيك لاير اللي هي عباره عن لاير اللي هي وين سوري اوكي اللي هي هنا اللاير هذه الثانيه. احنا عندنا هنا الويب الانترفيس لاير وعندنا هنا هذول هذه اللاير الداتابيس وهذه اللاير. بغض النظر عن ايش الابلكيشن احنا في عندنا داتابيس بتخدم مختلف الابلكيشنز اللي يستخدموا عليها وهنا كذلك الحال. ممكن الان على فوق هذول اللايرز ينعمل ابلكيشن الف ابلكيشن باء ابلكيشن جيم. فالابلكيشن سبيسيفيك لاير اوكي في الويب بيس سيستمز بتشمل خدمات اضافيه اضافه الى تشكيل الفورمز واظهار الداتا ايضا تشمل واضافه الى السكيورتي صح تشمل ايضا اللي هي اليه الشوبينج اليه ليش اجراء العمليه الماليه اوكي الشوبينج كارت والعمليه الماليه. تمام. السيرفر على الناحيه الاخرى في الاي كوميرس سيستمز السيرفر عادة ما بيبقى ايش وان سيستم او اكتر وان سيرفر او اكتر وفي معظم الحالات بيكون ملتي تير كلاينت سيرفر. احنا فاهمين الكلاينت سيرفر بانه في عندي سيرفر وفي عندي وان اور مور ايش كلاينتس في الاول. تمام. كل الكلاينتس هذولا بيستفيدوا من خدمات السيرفر واحيانا السيرفر هذا بيبقوا سيرفر فورم عدة سيرفر صح اوكي والكلاينتس كل كلاينت محتاج سيرفيس تجيله من السيرفر المناسب. هذول هيك تو تيرز يعني طويتين هذه طويه وهذه طويه وهذه طبقه وهذه طبقه. احيانا بيبقى عندي مالتي تير يعني واحد اثنين او اكثر ربما في طبقه ثالثه وسيطه ما بين او مش بضروره وسيطه ممكن تبقى معها. ايش اللي بيبقى عندنا هنا في الويب بيزد انفورميشن سيستمز بيبقى في عندي الويب سيرفر هذا وان تير وفي عندنا الداتابيز الابلكيشن سيرفر وش الثالثة؟ داتابيس سيرفر. طب وين الكلاينت؟ الكلاينت لسه برا المجموعة هذه. الكلاينت ماشين او الكلاينت بروسيس اللي بيستخدمها اليوزر برا. ايش طيب الثلاثة هذول؟ هم بالعادة في الكلاينت سيرفر بيكونوا الكلاينت وقدامه السيرفر. في الويب بيزد بيبقى الكلاينت وقدامه المجموعه هذه. شو المجموعه هذه؟ الداتابيس سيرفر اللي هو عليه الداتابيس وعليه الكويري بروسيسنج
ماشي. طيب هذول ايش وظيفتهم؟ الكلاينت عادة بتخاطبش مع هذا مباشرة، بتخاطب مع الويب سيرفر، مظبوط صح؟ بيشوف الصفحات وبيشوف الفورمز وبيشوف الاوتبوت من خلال الويب سيرفر. كل الكوميونيكيشن بتتم HTTP وعلى وبتجي وبتروح وبتيجي ب HTML فورمات، مظبوط صح؟ بال HTTP بروتوكول. الويب سيرفر عنده الصفحات، بس الصفحات غالبا تبقى دايناميك، يعني ما فيش فيها داتا. الستاتيك بتكون صفحات ثابتة عليها، فيها الكلام وفيها الصور وفيها هذا وثابتة. لكن لما في الانفورميشن سيستم الويب سيرفر بيبقاش على الستاتيك داتا، بيبقى بده الداتا من ليش؟ من الداتابيس. فالصفحات اللي فيه بتبقى دايناميك، لازم يكون في كونكشن مع الداتابيس علشان هذا، علشان ياخد الداتا من الداتابيس. فالويب سيرفر ما عندوش آلية الكوميونيكيشن مع ال، بل على العكس كثير من صفحات الدايناميك هذه are generated by the application server. يعني انت في الاخر كمبرمج او كسوفتوير انجينير بتعمل الابليكيشن سيرفر او بتعمل الابليكيشن تبعك على الابليكيشن سيرفر على شكل صفحات دايناميك، دايناميك بيجز. هذه الصفحات الويب سيرفر عنده اكسس عليها، بيطلبها اليوزر، بيطلب ريكوست، الريكوست هذا بتحول الابليكيشن سيرفر، الابليكيشن سيرفر بيروح بيعمل جنريت ل الايش؟ للبيج. البيج هذا الان اذا في داتا، جزء من الصفحه ما بده يجي من الداتابيز، بيجي من بينطلب من الداتابيز، تمام، وبتكتمل الصفحه، بسلم الابلكيشن سيرفر الصفحه للويب سيرفر، والويب سيرفر بيعرضها للكلاينت. اوكي، فالذي ويب سيرفر is responsible for all user communications with the user interface. طيب الابليكيشن سيرفر responsible for implementing، تمام، implementing the application specific logic، يعني عنده العمليات اللي بتتم، اللي بدها تتم على الداتابيس. اوكي، والداتابيس سيرفر هو اللي بيلبي هذه العمليات، بيجيب داتا او بيحط داتا بناء على العمليات اللي انطلبت منه من قبل الابليكيشن سيرفر، تمام. هذا اسمه مالتي تير اركيتكتشر، صح؟ اسف، مالتي تير اركيتكتشر. اللي امامنا هنا ثلاثه تير، ثلاثه تير هذا لسه على السيرفر سايد، والكلاينت هو بتقدر تقول عنه التير الرابع. طيب الان ان الشق الثاني او النوع الثاني من الابليكيشنز اللي هو اللي ايش، اللانجوج بروسيسنج سيستمز. اذا بتتذكروا اللانجوج بروسيسنج كان مثال عليه لما احنا استعرضناهم، اي نعم، لما استعرضناهم، اول ما استعرضنا كان انا برجع ارجوع قاعد، كان عندي الكومبايلر والايش والكوماند انتربرترز، وانا حكيت عنهم بس على السريع. الان نطلع على الكومبايلر كمثال لايش، اللانجوج بروسيسنج سيستمز. بس بصفه عامه اللانجوج بروسيسنج سيستم زي ما حكينا قبل هيك، اللي هي السيستمز اللي الانبوت تبعها عباره عن ناتشرال لانجوج، كلام محكي صوت او مكتوب شفوي او مكتوب، كلام ناتشرال. اوكي، او احيانا بتبقى برضو artificial language. artificial language مش مقصود بها يعني artificial intelligence، لا، artificial يعني اللغة احنا عاملينها، البشر عاملينها، لغات البرمجة، لغات البرمجة كل هذه artificial languages. الناتشرال هي اللغات اللي بيحكوها البشر. اوكي، ف الناتشرال language processing system بياخد language، بياخد كلام نص text، او بياخد فيربال كلام شفوي بلغه من اللغات هذه، اما ناتشرال او ارتفيشال. وايش بيطلع؟ بيطلع تعبير عنه بلغه اخرى، او بيستخلص منه معلومات. الكومبايلر بياخد التكست المكتوب بارتفيشال لانجويج، الكومبايلر. فالكومبايلر كمثال على اللانجويج بروسيسنج سيستم، الكومبايلر الانبوت تبعه
طبعا مش معهوش فيربال، ما بياخذش شفوي، بياخذ تكست. التكست هذا هل هو ارتفيشال لانجوج ولا ناتشرال لانجوج؟ ارتفيشال لانجوج. المهم بياخذ البروجرام اللي انت كتبته بهذه اللانجوج لغه البرمجه، وايش بيعطي لك اوتبوت؟ بيعطي لك بروجرام اخر مكتوب برضو بلغه برمجه اخرى اللي هي الاسمبلي او اللي هو الماشين كود، صح؟ احيانا اللانجوج بروسيسنج سيستمز ما بيطلعش، يعني شغلانته مش عمليه ترجمه من لغه الى لغه، زي ما قلت قبل هيك، يعني شغلانته انه بياخذ تكست وبيستنبط منه انفورميشن، بيعطي لك في الاوتبوت انفورميشن. خلينا نطلع على الاركيتكتشر تبع ذا اركيتكتشر اوف لانجوج بروسيسنج سيستمز، وبعدين بدي اياك تقول لي هو اي واحد من الاركيتكتشرز اللي شفناهم قبل ما نحكي عن الابلكيشن تايبس. شفنا الاركيتكتشرز صح؟ فهو انهي واحد منهم؟ طلع عليه اول شيء بصفه عامه، كيف التركيبه تبعته، انه هاي السورس لانجوج انستراكشنز اللي هم مين هدول، هذا السورس تمام، بخش على الكومبايلر، بس اول شيء بيجي اللي هو الترانسليتور، وظيفته يفحص السينتاكس ويفحص السيمانتكس ويعمل جنريت لايش؟ جنريت مش للفاينل اوتبوت، بيعمل جنريت ل انستراكشنز بتقدر تقول عنها ايش؟ انترميديت ريبريزنتيشن، يعني بصيغه وسيطه، ما هيش الصيغه اللي بيفهمها المعالج. احنا المفروض الكومبايلر بيطلع الماشين كود اللي هي بيفهمها المعالج، لكن عاده الترانسليتر شغله بيكون لسه وسيط، يعني بيطلع انستركشنز وسيطه. لان بيجي الانتربريتر اللي هو بده ينفذ الاوامر هذه، بيحولها من الوسيط الى النهائي وبينفذها، fetch and execute. اوكي، الان executing instructions تنفيذ، هذا امتى بيحصل؟ اثناء تشغيل البرنامج. خلاص احنا حولنا وطلع الاوتبوت، فعند تشغيل البرنامج بايش بتتنفذ الانستركشنز. اثناء تنفيذ البرنامج بيحتاج انبوت، فبتيجي له الداتا من مين؟ هنا من اليوزر. اليوزر بيعطي الداتا واليوزر بيستلم الريزلتس تبعت البرنامج. فهذا الكلام على مستوى التنفيذ، هذا المستوى الكلام على مستوى ترجمه شغل الكومبايلر. اوكي، طيب الان الكومبوننتس تبعت الكومبايلر، بدي انا انتقل على يعني هذه الرسمه بتلخص كل السلايدين اللي قبل. ما بين الانبوت ما يدخل، هذا ايش الانبوت اللي هو الفايل اللي كتبه المبرمج، وما بين ما يطلع الاوتبوت اللي هو الفايل الباينري كود اللي هو الماشين كود. اوكي، ايش العمليات اللي بتتم؟ لكسيكال اناليسيز، سيمانتيك اناليسيز، سيمانتيك اناليسيز، كود جنريشن. هذه اللي هي هذه وظيفه الكومبايلر في الاربع خطوات هذول. هذا الان كاركتكتشر هيئته بسيط جدا، فيري سمبل، بنقدر نصنفه انه لايرد ولا ايش؟ ولا ام في سي ولا pipeline boxon pipe pipeline. لانه انا في عندي الانبوت خش على مرحله، انعمل عليه شغل، طلع دخل على بروسس ثانيه عملت عليه شغل كل. اوكي، ولاحظ انه ما فيش، يعني هذا الاسهم في اتجاه واحد، ما فيش انك انت تفكر انها لايرد، انه والله هذا بعد ما بياخذ بيعطي وبياخذ، انه هذول لايرز لا، هذه اليه عمل جايه في اتجاه واحد، في اتجاه واحد. الان هنا عباره عن مكون مساعد اللي هو السيمبل تيبل، اوكي، والسينتاكس تري. هذه عباره عن، خلي بالك انها ايش شكل البوكس هذا، مضلع ما هوش اوفل. ايش يعني، هو عمليه ولا هو
بيانات بيانات فهو فعلا هو مش عمليه، هو عباره عن بيانات. اثناء عمليه الترجمه الكومبايلر بيحتفظ بحاجه اسمها السيمبل تيبل والسينتاكس تري، يشتغل عليها طول الوقت، وحتى الاربع مكونات تبعوته بيبقوا ياخذوا ويعطوا منها، اوكي ياخذوا ويعطوا منها لحد ما تكتمل العمليه. اوكي فهذا البايب اند فلتر كومبايلر اركتكتشر هو الاركتكتشر اللي مناسب له او اللي بيشتغل على اساسه الكومبايلر. تمام. احيانا ممكن اللانجوج بروسيسنج سيستم يستخدم اركتكتشر ثاني اللي هو الريبوزيتوري اركتكتشر. تتذكروا لما احنا كنا طرحنا هذا الاركتكتشر ايش كان المثال عليه؟ لما طرحنا الريبوزيتوري اركتكتشر، تتذكروا الريبوزيتوري اركتكتشر والمثال اللي انطرح عليه اللي هو الاي دي اي الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. قلنا انه البرنامج اللي انت بتستخدمه في كتابه الكود او تصميم البرامج بيشتغل على هيكليه او نظام الريبوزيتوري، لانه البرنامج تبعك والكود اللي انت بتكتبه بتخزن في الفولدر تبع البروجكت، ومختلف مكونات الاي دي اي بتاخد بتقرا منه وبتشتغل عليه. فبرضو الكومبايلر ممكن يشتغل بهذه الآلية. بمعنى ايش؟ انت كاتب، انت بتكتب برنامج قاعد، انت كاتب برنامج والبرنامج هذا بدك تترجمه، انت كتبته وخلصت، يعني استخدمت الايش الاي دي اي في كتابة البرنامج والبرنامج تبعك تمام، بدك ايش تعمل له تحويل ماشين كود. فممكن تتخيل انه الريبوزيتوري بتحتوي على اللي هو الكود تبعك، اوكي الكود تبعك، والكود تبعك مع الجرامر، الجرامر تبعت اللانجوج، وايش كمان الجرامر تبعت اللانجوج والكود تبعك. والان المختلف المكونات الثانيه زي مثلا انت عندك هنا الاديتور عشان تكتب البرنامج، كتبت البرنامج. الان الليكسيكال انالايزر بده يتحقق من الليكسيكال صحه الكود تبعك من ناحيه الليكسيكال، السينتاكس برضه من ناحيه السينتاكس، كلهم بدهم ياخذوا الكود واستنادا الى الجرامر ديفينيشن ويتحققوا من ويشتغلوا على الكود تبعك. اثناء شغلهم بدها تتكون الابستراكت سينتاكس تري، وبدي يتكون السيمبل تيبل، وأيضا بدها تتكون اللي هي الاوتبوت ديفينيشنز. فكل الاطراف المختلفه اللي بينطوي عليها عمل الكومبايلر بدل ما انها واحد بيستلم من الثاني اصبحوا كلهم بيشتغلوا في ان واحد اثناء ما انت بتشتغل على الليش على البرنامج. يعني بدل ما انت تفكر في انه البرنامج انت مخلصه وبدك تدخله على الكومبايلر، لا انت وانت بتشتغل في اي لحظه اكملت جزئيه من السيستم من البرنامج تبعك وقررت انك انت تفحصه اذا كان من ناحيه الكومبايلر بيعمل كومبايليشن ولا لا، فلما تقرر تفحصه المجموعه هذه كلها بتشتغل على الكود اللي انت كتبته علشان تعمل له كومبايليشن. انعمل كومبايليشن قلت انت تمام، بتروح بتزيد عليه كمان وبتحط كمان مور فانكشنز وبتضيف، وبتروح بتقرر مره ثانيه انك انت تعمل كومبايليشن، فبيشتغلوا كلهم عليه مره اخرى. ففي هذا الاسلوب من العمل بيكون الانسب اللي هو ايش الريبوزيتوري. تمام. احنا هيك بنكون طلعنا على النوعين اللي هو الانفورميشن سيستمز واللانجوج بروسيسنج سيستمز، وشفنا الاركتكتشر تبعهم. الانفورميشن سيستمز الاركتكتشر تبعه اللايرد، واللانجوج بروسيسنج سيستم الاركتكتشر تبعه ممكن يكون بايب او يكون برضو ريبوزيتوري. ماشي، يعطيكم العافية.